السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليكي؟ ناهد صلاح الدين، ساينس سينيور في مدرسة المشاهد. أهلاً وسهلاً. كمان at the same time. جميل. حضرتي معنا برنامج ذكاءات المتعددة باعتماد المعهد الأمريكي للتعلم والتنمية البشرية، المادة اللي طورها دكتور توماس أرمسترونج. وده جزء من برنامج سمارتر اللي هو بشراكة ما بين مدرسة البشاير وشركة ميديكس انترناشونال للتدريب والأبحاث. إيه رأيك في البرنامج؟ استفدتي منه إيه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني؟ على المستوى الشخصي ابتدى يفرق معايا في التعامل مع الولاد في البيت، وفهمت حاجات هم كانوا بيعملوها انا مش عارفه هم بيعملوا كده ليه، وفي نفس الوقت عرفت ازاي اتعامل مع الاتيتيود بتاعهم. دي حاجه. بالنسبه بقى على المستوى المهني اتعلمت نيو اكتيفيتيز، وبعدين انا عن نفسي كان عندي كونفليكت اللي هو ما بين الليرنينج ستايلز اللي هو ازاي ان انا اقدر اوصل المعلومه للولاد، وانه ده ازاي ممكن يخدم الذكاءات. انا كنت اخذت يعني فكره كده عن ان في كل ستودنت ممكن يكون لي ذكاء مختلف عن الستودنت الثاني، بس ما كنتش عارفه انه ده ياثر عليه في طريقه توصيل المعلومه. رائع. فده ما كانش عندي الكونسبت ده ما كانش عندي، وكنت فاكرة انه ده related للي هو الايه الكينستاتيك والاوديتوريان كنت ده فاكرة ان دول related to each other. ممتاز. لكن طبعا يعني ايه يعني تحل بقى الكونفليكت ده. ممتاز. الادوات اللي حضرتك اخدتيها في البرنامج شايفة انها شاملة وسهلة التطبيق دلوقتي في الكلاس وفي الليسون بلان؟ هو انا شايفة ان هي ممكن ان هي تتطبق، بس انا برضو لسه عندي قلق ان انا ما اقدرش اطبقها بالصورة الكاملة. yes. لاني لسه ما عملتش practicing مع الولاد وما دخلتش الفصل بالتولز الجديدة. ممتاز. ايه رأيك التعامل مع فريق ميديكس انترناشونال؟ لا تحفة طبعا، يعني ربنا يبارك فيهم ان شاء الله ويجعل فيهم حسناتهم ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا رب. best of luck. thank you.